ولكن أراد بحكمته البالغة أن يجعل لنا مواسم، هذه المواسم منها مواسم زمانية ومواسم مكانية اختارها سبحانه وتعالى من خلقه، وقد أثنى على نفسه بقوله وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فنحن ما اخترنا هذه المواسم ولا هذه الأمكنة، إنما اختارها الله جل جلاله. ربك يخلق ما يشاء ويختار، اختار هذه المواسم فكانت أحب من غيرها إليه سبحانه وتعالى، وكانت أعظم عنده، وكان العمل الصالح فيها أحب إليه، وكان الفضل والمغفرة والسخاء والعطاء من عنده سبحانه وتعالى فيها أكثر وأرجى. فلذلك كانت هذه المواسم فرصة للربح الهائل الذي لا حصر له. لكن لله حكم في تخصيص هذه المواسم. ما هي هذه الحكم؟ منها أنه خاف على عباده الملل، فلو أننا ونحن بشر ونحن متقلب الطباع والأمزجة، يكون الإنسان صغيرا يكون بعد ذلك شابا يكون بعد ذلك فتى مكتملا، ثم يبدأ في الكهولة ثم بالشيخوخة ثم بالهرم، يمر عليه أطوار كثيرة، الغنى والفقر، السفر والإقامة، الصحة والمرض، الطلب والدراسة، التعب في جمع الدنيا وغير ذلك، أحوال كثيرة تتعاقب على الإنسان. فإذا كانت أحوال الإنسان مختلفة فإنه لا يمكن أن يثبت على شيء واحد دائم دائما. فلهذا لم يكلفنا بتكليف الملائكة، الملائكة الكرام هم في عبادة دائمة لا تنقطع، كما قال الله تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فالراكع منهم راكع أبدا والساهد ساهد أبدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تئط، فما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله فيه ساهد أو راكع. فعلم الله ضعفنا وتقلبنا فاختار لنا هذه المواسم، واختار لنا تقلب الليل والنهار، جعل الليل والنهار خلفة، وبين حكمة ذلك فقال وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. جعل الليل والنهار خلفة أن يخلف أحدهما الآخر دائما، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، فإذا جاء الليل قد خلف النهار الماضي وسيخلفه النهار الذي بعده، وهكذا. لماذا؟ لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. من أراد أن يذكر فيتذكر نعمة الله عليه ويتذكر تفريطه هو في جنب الله في مقابل ذلك، ومن أراد أن يذكر أيام الله الخالية وأخذه للماضين أخذا وبيلا، ومن أراد أن يذكر فيحاسب نفسه على تكاليفه وما كلف به، أو أراد شكورا على النعم التي أنعم الله بها عليه، فذلك جعل الله تعاقب الليل والنهار مناسبا له. فمن لم يذكر في النهار أو من لم يذكر في الليل أو من لم يشكر في النهار أو من لم يشكر في الليل فإنه تعاقب عليه الملوان وقامت عليه الحجة، وقد أعذر من أنذر. ولهذا يقول الله تعالى لأهل النار يوم القيامة أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فقد أقام الحجة علينا بما عمرنا فيه وبما مكن لنا فيه في هذه الحياة الدنيا من أنواع النعم. كذلك من حكم الله في هذه المواسم أن الله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فكان الموت والحياة امتحانين للإنسان، فجعل الله هذه المواسم أيضا امتحانا للناس. هذه المواسم هي من الحياة فهي مثل الامتحان. من الناس من لا يشعر بالمواسم أصلا، تأتي عشر ذي الحجة كأنها أي عشر من السنة
مسائر الشهور، فلا نراه اتعظ ولا أقبل على الله. كثير من الناس يقبلون ويدبرون، لا يدور أمر الآخرة في خلد أحد منهم، ولا يستحضرون ويتذكرون العرض على الله والوقوف بين يديه يوم القيامة. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فالذين لا يدور أمر الآخرة في خلد أحد منهم هم محجوبون عن الله في الحياة الدنيا وسيحجبون عنه يوم القيامة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يظهر أثر الحجم في أن الله فتح أبوابه أمامهم فولوها ظهورهم وأعرضوا، وهو غني عنهم وهم فقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فتذكر الإنسان لهذه الساعة، ساعة العرض على الله، مهم جدا له في حياته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا مشاة كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فنحن جميعا راجعون إليه، وقد قال سبحانه وتعالى وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فإذا أدرك الإنسان أنه سيأتي حافيا عاريا أغرلا كما بدأ في الخلق ويعرض على الله جل جلاله، فليستحضر هذا الموقف العظيم وهذا الموعد العظيم، وليعمل له، ليجتهد فيما يستره عند العرض على الله، فيما ينجيه في وقت المسألة، ليتذكر أن أمامه مشاهد منطقة تنطق الإنسان من غير قصد. فالكفار عندما تعرض عليهم الكتب وفيها أعمالهم جميعا ينطقون، فالذي يأخذ كتابه بشماله يقول يا ليتني لم أوت كتابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. والكفار جميعا إذا رأوا هذه الكتب وهي تحصل أعمال جميعا يتكلمون بذلك، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا كلام الكفار، قال ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فقد أنطقهم هذا الكتاب المحصي الذي جمع أعمالهم جميعا. كذلك من هذه المشاهد المنطقة التي لا بد أن يتكلم فيها الإنسان مشاهدته لجهنم، عندما نوقف جميعا على الساهرة وتدنو الشمس فوق الرؤوس حتى تكون كالميل، يؤتى بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام، في كل زمام سبعون ألف ملك، وتحيط بالناس من كل جانب. والكفار يسمعون صوتها ويشمون روائحها، والمؤمنون نجاهم الله من ذلك، كما قال الله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. أما الكفار فإنهم يسمعون أصواتها المروعة المفضعة، ويرون دخانها يركب بعضه بعضا، ويشمون روائحها الكريهة قبل أن يصلوا إليها. ولذلك قال إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. فهذا الموقف
عند رؤية جهنم ومشاهدتها لأول مرة منطق. وكذلك عند رؤية الإنسان للجنة ودخوله لها من كان من أهل الجنة فهذا منطق بالحمد والشكر لله جل جلاله. عندما يخاطب الملائكة وهم خزنة الجنة أهل الجنة فيقولون سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، هذا موقف منطق بالحمد والشكر لله سبحانه وتعالى. فلذلك كان من حكم الله بهذه المواسم أنه يبتلي الناس بها ويمتحنهم، فمن كان موقنا مؤمنا صادقا أقبل على الله وانتهز هذه الفرص ولم يكن يخص العبادة بها بل تزيده فقط، يزيد عبادته فيها. وإذا قدر للإنسان أنه وصل إلى درجة اليقين فإنه ستكون السنة كلها موسما للطاعة عنده. قال الإمام أحمد رحمه الله لو قيل لوكيع إنك تموت غدا لما استطاع أن يزيد شيئا، ماذا يستطيع أن يفعل وكيع؟ كل الساعات وكل الدقائق وكل الثواني مشغولة في عبادة الله، ما عنده شيء يستطيع أن يزيده على الجدول، ما فيه خانة فارغة في الجدول يجعل فيها شيئا. فلذلك كانت هذه المواسم امتحانا لعباد الله. كذلك من حكم الله فيها أن الإنسان إذا اشتغل بالطاعة نعم سيذوق طعمها ويحبها في البداية، ولكن إذا لم يجد دفعا يدفعه فإنه سينقطع، والانقطاع مرغوب عنه، وأحب العبادة إلى الله أدومها. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الانقطاع فقال فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ولذلك شرع لنا التوسط ونهينا عن الإيغال والمبالغة فأوغلوا فيه برفق. ولهذا كان على الإنسان أن لا يجهد نفسه فوق طاقته في الطاعات والقربات بل يفعل ما يستطيع المداومة عليه في كل وقت، فإذا جاءت المواسم زاد واجتهد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أتقى الناس لله وأخشاهم لله وأعلمهم بالله، لكن كان في المواسم يزيد، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في عشر رمضان الأواخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله وجد واجتهد. فهذا الجد والاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان كان يعرف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كانت عبادته ديمة، وكان إذا عمل عملا أحب أن لا يتركه. وكذلك كان يعرف فيه الجود والسخاء في رمضان أكثر من غيره، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يدارسه القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الرسول صلى الله عليه وسلم جواد في كل ساعات السنة وأوقاتها. في يوم أوطاس عندما أرجاه الأعراب إلى سمرة فتعلق بها رداؤه قال إليكم عني فلو كان عندي مثل سمر تهامة نعما لقسمته بينكم ثم لم تجدوني شبانا ولا بخيلا ولا كذابا ونحن نشهد. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ما سئل شيئا قط فقال لا، إن كان عنده أعطى وإلا رد بميسور من القول. ولكن في هذه المواسم يزيد سخاؤه وجوده حتى شبهه ابن عباس بالريح المرسلة التي هي تغشى البيوت وتغشى الناس وتغشى الأشجار وتأتيهم في أماكنهم ولا تحوجهم إلى الذهاب إليها.
كذلك فإن من حكم الله بهذه المواسم أنها مجال للتنافس، فالله سبحانه وتعالى شرع المنافسة في الخير وقال فاستبقوا الخيرات، وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فتظهر المنافسة والمسابقة والمسارعة في هذه المواسم. هذه المواسم لم يجعلها الله في وقت واحد من السنة، لأن ذلك يقتضي غفلة وتسويفا وطول أمل، فلذلك وزعها كما وزع الصلوات في اليوم والليلة. نحن عندنا 5 لقاءات مع ربنا مفروضة فرضها الله في اليوم والليلة، 5 صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حفظهن وحافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. هذه الصلوات 5 هي عبارة عن 5 مواعيد ضربها الله مع عباده، يستقبل فيها عباده ويأذن لهم بالتقرب إليه، كما قال الإمام عبد الحق الإشميلي رحمه الله في مقدمة كتابه التهجد والصلاة، قال الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين، لم يغلق بينه وبينهم بابا ولا أسدل دونهم حجابا ولا خفض أودية ولا رفع شعابا. هذا إذن من الله جل جلاله لك أن تتواضع بين يديه بخفض أعاليك ورفع أسافلك، فتخفض أعاليك وتعفر أشرفيك لله جل جلاله تعظيما لشأنه واعترافا بجلاله وعلوه سبحانه وتعالى، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فكذلك جعل لها مواسم وربطها بأوقات نعرفها، عندما يطلع الفجر وتكون الشمس تحت الأفق فرض علينا ركعتين في الحضر والسفر، وعندما تزول الشمس عن كبد السماء فرض علينا 4 في الحضر واثنتين في السفر، وعندما يكون دلوك الشمس فرض علينا 4 في الحضر واثنتين في السفر، وعندما تغرب الشمس تحت الأفق فرض علينا 3 في الحضر والسفر، وعندما يغرب شفقها فرض علينا 4 في الحضر واثنتين في السفر. هذه مواعيد للقائه ولئلا ننقطع، وفيها تجديد عرى الإيمان وتوثيق عقده وتجديد العزيمة. الآن عزيمتك على تقوى الله وعزيمتك على عبادته تحتاج إلى مراجعة دائمة، فالعزائم كثيرا ما تأتي العوارض دونها، والإنسان يعرض له العوارض التي ذكرناها في البداية من الأمراض والانتقال والتغير الأحوال، كما قال الشاعر ابن الغدير لقد جعلت تغير فأجبتها من يعمر يذكر ما تذكرين وينبو عنه المنظر، ولقد رأيت شبيه ما عيرتني يغدو علي به الزمان ويبكر، فغدوت يغضبني اليسير وملني أهلي وكنت مكرما لا أكثر. فلذلك هذه العوارض تنقص العزائم وتضعفها، فجعل الله لنا هذه المواسم لتقوية العزائم وتجديد عرى الإيمان. كذلك هذه المواسم فيها أرباح يحس بها الإنسان، فالإنسان نعم هو مطالب بالإيمان بالغيب، وهو أعظم الامتحانات القلبية، أعظم الامتحانات القلبية الإيمان بالغيب، وأعظم الامتحانات البدنية الجهاد في سبيل الله لأنه تعرض للهلاك. فالإيمان بالغيب شاق على النفوس وعظيم، الذين يؤمنون بالغيب هذا امتحان عظيم، لكن أراد الله سبحانه وتعالى في هذه المواسم أن يبرز لنا بعض الأمور التي تدلنا على هذه الغيوب، وهذا بتفاوت عباده إبراهيم عليه السلام أراه ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، أراه كيف يحيي الموتى. وأنبياؤه كذلك يطلعهم على غيوب لا نعرفها، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، لكن نحن جعل لنا هذه المواسم نلحظ فيها
بركة نلحظ فيها إقبالا.